السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة ثانية من Animal Crossing. اليوم يظهر هو اليوم الرابع ولا الخامس يعني Animal Crossing. كما تعرفوا سجلنا الحلقة الأولى بعد قعدت نلعب وحدي ومانيش نسجل كل شيء اللي نلعب فيه، دونك باش نسجل يعني حلقة والحلقتين أسبوعيا ونعرضوها عليكم ساعة Animal Crossing. أما الأغلبية مش نقعد نلعب وحدي كما تشوفوا. بدلت الخيمة عشان عندي خيمة، عندي دار، عندي أزهار، عندي حديقة، عندي برشا حاجات كيف جبت أشجار جدد، جبت أشجار جدد من جزر أخرين. كيف كملت المتحف متاعي، المتحف عملنا متحف هوني وكملنا المتحف. نشوف المتحف متاع الجزيرة متاعي اللي هي سميناها جزيرة لين. كهذا ما تنسوش باش تزورونا على الموقع تونيزيا شاربون نجا، على قناة يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك، وما تنسوش الدعم متاعكم، نحبوا على شوية دعم من عندكم. الدعم تعملوا لايك على الباج متاعنا، تعملوا لايك على قناة اليوتيوب متاعنا. باهي، هذا المتحف، هذا متاع الأسماك، وهذه متاع الأثريات الحفريات، وهذه متاع الحشرات. نعملوا طلعة متاع الأسماك، لعبة حلوة برشا، لازمك تلعبها كل يوم، يزمك كل يوم على الأقل تلعبها باش تلمد برشا حاجات. كيما نشوف الأسماك هذوما اللي شديناهم، أهم شدينا هذه 31 جوي شديناها، يعني تبرع من زياد أيو كغاسا. كيف 31 جويليا كلهم من عند زياد، هذوما كلهم من عند زياد. أون توكا إن شاء الله لا مازالوا هذو. باهي، شوفوا في المتحف كالعادة، يعني حبيت نوريكم يعني حاجة بسيطة، خاطر كي باش ندورو في المتحف الكل باش يحبلنا ساعة وإلا ساعتين، يمكن نعملوها في اللايف هذي. نمشيو نشوفو بيتنا زادا. كيما غادي تشوفوا المتحف بحدا دارنا بالضبط بحدا البيت تاعي، هذه البيت نتاعي كيف مزينة من برا جبنا و كيف من الداخل هاو زيناها كاسكيت وكل شيء امور عال عال. كيف عندنا هذه باش نعمل اورغانيزاسيون تاع الدار بلي سامبل، يعني كيفاش نهزو ونحطو مثلا هذا نقلوه. هذه طابوري، كيف نجمو نعملو هكا الدورة. نشوفو الدار، عندنا أباري سون فيل متاع التليفون هكا، جهازات سون فيل، الراديو كيما تعرفو في الحلقة اللي فات ديجا. باهي، هذه كي يجيو للدار نخبيو برشا حاجات عنا، نخبيوهم ما عندناش فيهم، نخبيوهم تهز 80 تو فيها 19 80، يعني حاجات ما عندناش فيهم نخبيهم هوني باش نستعملوهم بعد. وكالعادة حتى في البوش نتاعنا كبرنا زدنا ستار آخر، كي تشوف الحلقة اللي فيها كانوا حتى الستار هذا كهو، تو زدنا ستار آخر. باهي، تويكا عندنا مهم، احنا باش نعملو المجازا نتاع جزيرة تلين. المجازا نتاع جزيرة تلين قعدونا إذن نلمدو حاجات نلمدوها باش نجمو نبنيو المجازا الجديدة. شو اللي عندنا مجازا أو أبروبو دي مجازا، ثم ماتريو نسيسير نقصنا 30 بيبيت تفيغ. هذه ما عندناش 30 احنا، وصعيب باش نلقاوها، عندنا منها كل شيء 24، مازال لنا 6 وصعيب باش نلقاوها عندنا هوني. دونك اول حاجة باش نعملوها هي باش ناخذو تذكرة الطيران باش نجو
مش نزور جزيرة أخرى. تيكي بونوك مايلز 2000 مايلز. نمشي المطار لين مش نجمو نسافرو للجزيرة. قبل ما نسافروا للجزيرة لازم أول حاجة نفرغوا البوش اللي عنا، خاطر باش نجيبوا فيه برشا حاجات. دونك نجمو هذوما نتخلاو عليهم، نخليوهم هوني. مريح شوية. أول حاجة نعملوها نبغيو هذا ما ديجا نتحصل عليها ونخبيهم. خليها لي بيا ديجا نستحق الهومش، هذا موجود في كل بقعة. باه اوكي ديجا هكا باهيين. انا زوز ستورة سبعة، وهذه هي التيكي نتاعنا باش نمشيو بها، نمشيو بها للجزيرة، جزيرة أخرى. اوبليغاتوار حكاية الجزيرة، خاطر ثما برشا حاجات ما تلقاهمش عندك انت هوني، تلقاهم كل شي في جزر معينين. دونك يلزمك ديما تسافر على الأقل في النهار تسافر مرتين ثلاثة، يعني 3000 ميلز، يعني على الأقل 6000 ميل تسافر بها كل يوم، ولا تلعب أونلاين. الاشتراك نتاعي وفي نهار 30 جويلة ان شاء الله كي نجدد الاشتراك نتاعي نحاول نعمل حلقة خاصة اون ليني. اوكي دودوكي. ديما كالعادة ادعمونا شوية على الموقع نتاعنا وعلى الباج الفيسبوك نتاعنا وعلى خاصة على القناة نتاعنا، مش نجم نحطو لي بيبليسيتي باش نجم نربحو شوية فلوس. كيما تشوفو قاعدين نجيبو في برشا حاجات جديدة، يعني قاعدين نصرفو برشا في على برشا ألعاب ديجا كلهم، يعني كلهم تاعي انا نلعب هذوما شاريهم بالفلوس. نجم تشوفوا على انستغرام تصاور تاع اللعاب نتاعنا نجيبهم من جد. دوبر دلتا اوسكار ان شاء الله نلقاو حاجات جديدة هوني. بهنا نورمال مو نورمال مو اول ما نبداو المشكلة هي في كابتيو هكا. اوكي فاسيل بوا مش مشكلة تاخذو به توا عندنا اتقرك معليش نعملو هكا. لا
اوكي هكا باش نضربوا الحجره باش نخرجوا لو ماكسيموم. هذيك الكحله راح نحبوا على الكحله، ناقصنا اربعه قدي، ناقصنا سته. دونك ان شاء الله نمدوهم في الحلقه هذه باش على الاقل الحلقه تكون عندها هدف معين ان نجمو نبنيو المجازا. قبل كل شيء نمشيو هذوما الوات كوكو، هذوما خاطر هذوما يعملوا 200 غاليين شوية، يعني كي ناخذوهم به وانا نزرعوهم البابوش و بعد نحاولوا كان قاعد لنا شوية في الساق نتاعنا باش نهزو، نحاولوا نهزوهم. الزور هذه ديجا عملناها ما فيها حتى شيء، قاعد لنا ثلاثة. سنلقاو حجرة أخرى إن شاء الله. أوكي أوكي نقينا حجرة أخرى هوني. أوكي لا نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي رجع عملنا ديجا اللي حبينا نمدوهم الاحجار الحديدية، نسميهم الاحجار الحديدية احنا اهم 30 ديجا، هذاك صمم الاحجار الحديدية هذاك اللي حاجتنا بهم باش نجمو نبنيو بهم المكازا. باهي باش نكسرو الحجرة لازم ناكلو طفيعة كيما تشوفو من فوق تولي 1/10 ونضربوها نكسروها. اما تعطينا حجرة كيف كيف، هذوما حاجتنا بهم باهيين بعد كيما قلت لكم، يا نزرعهم يا نبيعهم. قهوة الشيرة هذه اللي ورينا نجمو ننتقلوا من على النهر، عندنا حاجة ننتقلوا بها اللي هي هذه العصا هذه. اوكي سكريت هذوما نستدعوهم من الجزيرة نتاعنا، راهم يجيو الجزيرة نتاعنا. لحد الآن ما جاني حتى حد فلاسك، هذيا الجزيرة الرابعة اللي نزورها. فيا سيومو إيل اروح.
هاي عنا حلوة ديجا. وين الهب دي؟ حتى ذيك الهب دي هي اوكي. ديما كي مش تضربوا حجرة اعملوا ثلاثة كيما هكا حفر نورمال، مش تاخذوا ستة ماكسيموم. باهي دونك باهي دونك ممتاز جدا. خدينا حاجتنا بيه واكثر. شفت تجار خمسة زادوا واحد ماني زادوا خسروني في بوش واحد اخرى. كالعادة ناكلوا تفاحة ونجربوا. كالعادة حجرة كيف يا رب نزها مثلش. احنا جينا هوني ناخذوه باهي تو خلينا نجيو بالله الزايدين. الزايدين هذوما ديجا هذا وهذا وهذي زايدين ما حشناش بيهم. تي غاديكا هكا خلي هكا حتى تو شنو اليوم نجمعو الحاجات. باهي ثما حاجة أخرى ندى ناكل التفاحة ناكلها مش نسيبها ناكلها مش نسيبها. نجم نهز الشجرة هذية ونزرعها عندي أنا. وطول نزرعها عندي. باهي أنا وريتكم كيفاش نعملو هكا. باهي تويكا قبل كل شيء نمشي نشوفو لحد الآن. خدينا اللي حاجتنا بيه اللي هو كيما قلتلكم اللي حاجتنا بيه وهذا. أنا ديجا جيت على الجزيرة على خاطر هذا باش نلم 30 كعبة. خلمتهم هذوما خاطر بعد باش نستعملوهم برشا. ديما تطير مني هذيك. واه شديتها. سوبر ما عنديش منها. نمشيو نصطادو. نصطادو زادا.
الصبر السيد، هذه تجعلنا منها. اما نخليوها بسيرش كيف كما قلت لكم، هذوك مش تو بعد كان قادرنا بقايا نشدوه. أوه هيك هذه ما عنديش منها، كي يقول لك بيان جوي يعني صفا. اوكي ديجا هذوما بالله، خلي نحب ديما اللي حاجته بيهم ما يتمسوش. دور ساعة على الحوت، هذي عندي منها ديزا بواسون كلور، عندي منها برشا. هذي مش كنت خايف انو الكنابيش الصنارة تتكسر لها، دونك هنشوف شنو الصنارة يلزمها. شوفوا الصنارة شنو يلزم، احنا نحبوا الصنارة هذي له خاطر هذي اقوى، هذي يلزمها. ديجا عنا لزمنا الصنارة هذي، يزمع خمسة بغوش دعم. اوكي تعلمتو خمسة توفيسة. جدو كعبة كهو يبقى بسيف الشختر. مش نصنعوا صنارة عادية او مش صنارة عادية، نصنعوا صنارة اخرى. اوكي والصنارة هذه اللي تشد اكثر، يعني تشد اكثر من الاخرى، يلزمها هذاك متاع الحديد، حجر الحديد. أما لازم نخليو ترونت، ما نفوتوش فوق تحت ترونت، خاطر نسحقوه باش نبنيو المغازة جديدة. تاع جزيرة ريد. ديجا عنا منهم هذوما كلهم، عنا منهم يعني نحطو هذي هوني بيناتهم باش نفرقو. هذي عنا منها وهذي عنا منها وهذي عنا منها وهذي عنا منها، يعني هذوما نجمو بعد كان تعبى الساق تاعنا نجمو نفرغوهم.
البحر هذين هو مو سيء. لاحظت هذه معناش بلاد بالله لاحظت كيفاش نعرفوا عنها ولا ما عندناش. شوفوا هذه شوفوا اي صبا ما عندناش منها ما عندناش منها. اوكي قريب نعملوا غلطة كبيرة. وكيف كيف عندنا هذه ما عندناش منها. ديما نحاولوا نفرقوها هذه مش مبداش قدامها نقطة حمراء مش كي حاجة جديدة نعرفوها راهي جديدة ولا لا. دونك نمشيو حتى هذه نحطوها هون. اوكي اللي بعد التفاحة كلهم عندنا منهم نصطادوا ساعة حوت البحر وبعد نمشيو الحوت الويت. كلامار عندنا منه كلامار زادا ميسالش نخليوه نجيب شوية فلوس تو نمشيو نحط الويت. ما نزلتش ما نزلتش عنا منها زيادة بوسان سكوربيو ديجا كلهم عنا منهم الحوتات. باهي نورمالمون حتى الحشرات هوني ديجا بريسك كلهم عندنا منهم. دونك ناخذوا حاجات باش نزينوا بها جزيرتنا وهكا هاو هاي ناكلوا ثلاثة تفاحات باش نجموا نحيو الأشجار. يزي توا نقينا باهي توا هكا الورد من غير ما نهزوه عندنا منه برشا غادي نجم بعد نتحسب عليه. اما الاشجار هذوما ما عندناش منهم ناخذو على الاقل باش نجمو نزينو. يعني قداش نهزم الشجرة حتى ندير تروا هما الأشجار هذوما أحلى بالجهي باش نقمرو هذي باش ما نغلطوش به قداش نجمو نهزو باش نزينو بحذا دارة. ثم هذوما لي لو بوان نوك نوك ثم لي بوان نوك بلوس هذوما يعني
كيفاش نعملوا كل يوم ثم مهمات نقدوها. هذه بلونتي دي زاربغ شد اناكس نابيلا يعني ناخذ فيهم دي بوا جادو من عمرهم في الجزيره نتاعنا من عمرهم مش هومي ديجا. وهذوما لي بوا اوتوماتيك اللي ناخذهم كل ما نكملوا مهمه يعطينا دي بوا دي بوا. هذوما مهمين بوا هذوما مهمين برشا برشا برشا. باهي 1 2 3 4 5 نحط واحدة من يزينا 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 هكا يزينا نشوفو ال هنزيدو هني اوكي زي ما تعذر هتكوني كما هذي احيط عفو فيسا نجبت بيها مازلنا كي خلينا منه هذا مستاش نخليه كي تتعبت نفرغوه حسنا. المهمات تقعدين هكا تشد وتصطاد وتلمد وعندك مهمات تعملهم باش تكبر الجزيرة متاعك باش تكبر الجزيرة متاعك وتمشي جزء اخرين تجيب برشا حاجات اللي هما ما عندكش انت في الجزيرة متاعك تكبرهم و هذاك علاش يلزمها تتلعب في اللايف والا تتلعب ماني نلعبها ما نجمش كل شيء نسجله دونك نلعب انا وحدي وهاكا نعملو حلقة اسبوعيا ان شاء الله نعملو فيها حاجة جديدة عندي منها ديجا عندي منها مادام هاذيكا مشعلتش يعني عندي منها نحيو هذي اوكي هذه ما عنديش منها هذه ما عنديش منها حطها هوني حطها هوني هذو ما عنديش منها خلنا هكا احنا نشد امورنا المطلوبة باهي عنا من هذه دونك كي نشدو حاجة أخرى نلوحوها هذيك بطبيعتها متهماش خسارة ما شديتهاش
دور. عانى منها معبية مفرغ. معلش ايش حطيتها هي عنا حطيتها. شوفوا هوني خاطر هذي عنا مهمة هوني عملناها اللي هي شدينا ايو دونك باش يعطينا 200 مايلز زدناهم ويعطينا مهمة اخرى. المهمة الاخرى ايش تقول؟ كوبي دي بوا. هوني هذي جاتنا تشعل هوني نقطة حمراء يعني في الحوت يعني زدنا السمكة هذي كابي. شاهدتها وبصراحة مش نكمل هوني نكمل السمكة هذي. عنا منها نعاود نرجعها نورمال مو كملنا كل شيء تو هوني ما عادش عندنا حتى شيء ديجا كل جربناه. يا سلام عنا منها ولا لا عنا منها. عندنا منها زيادة دونك دونك اكاو اكاو اي ننصحبو تويكا. استنى لحظة بركة على السمور. خذينا واحد اثنين ثلاثة اربعة ناخذ شجرة أخرى. لا حب الناحي الحوت حب الناحي الحوت ناكل تفاحة. لازم ناكل تفاحة باش ننجم مفماش
انا مش تفاح، التفاح ما تمش، لازم ناكل تفاح ولا ناكل حاجة باش ننجم. دونك مضطر باش نحصل كعبة نوت كوكو. اوكي نورمال ما تو قلنا كاملين، ما عندناش حاجة نسيناها على الجزيرة. اوكي ما ثم حصين نسيناها على الجزيرة. دونك كملنا مهمتنا الكل. وننطلق. أول حاجة كي نرجع على جزيرتنا نمشي للمتحف، خاطر كتر متحف تور يعطينا الحاجات اللي ما عندناش اللي ما شدناهمش قبل، مش هو ياخوهم مش ما نغلطوش ونبيعوهم. قبل نمشيو للمجازا نمشيو للمتحف. الجزيرة متاعي طقس فيها شوية ريح. قبلهم الزوز زعما كنحطهم لك الزوز. ديجا فيق بيه، قال عندك واحد منه زوز اكزومبلير، باش ناخذ اكزومبلير برك ونخلي لك الاخر. باهي بالنسبه للفوسيل يعني الاثار، لازم قبل يعمل لهم ايتيود يعني يفحصهم كما نقولوا احنا يدرسهم، وبعد باش نجم نعطيهم له انا. ما نحب نفسر لي حد شيء. نجم تعاوني بحد شيء تويكا، خل نمشي على روحي، خل نوريكم اللي متاع الاثار. الجناح متاع الاثار نوريكم على الاقل شوية باش تشوفوه. شفتو محليه؟ هاك امبو هذه نهار 29 جويليا انا هديتها. وهذه هي التماثيل الكبار اللي متاع الديناصورات والحيوانات الاثريه كما هذا كان بابو ساكاو. نشوفو كل مرة نكمل حاجة مش يكمل المتحف، ومازال كبير المتحف نجمو تعملو فيه دورة بعد ما تكملوه خاطر برشا كبير.
نمشي ونبيعو. قبل كل شيء نبيعو اللي عنا وبعد نعطيوهم تاع المجازة مش يستعملوا في المجازة مش يبيعوا المجازة. اللي مش نبيعو هذا وهذا وهذا اي حاجة عنا منها. تغوى ميل كلوشيت بهتاو كنفرحو بالنسبة للمجازة لمدة ايش الحاجات الماتريو المواد اللازمة باش نبنيو المجازة قاعدة انك ناخد كل شي 30 حجر الحديدي ذري هكا اسمه تفسيره. باش نشوف المكان اللي باش نبنيو فيه بوتيك. البوتيك يزن يكون مكان بعيد شوية عليا خاطر الجزيرة متاعي تعبيت هوني. نتصور هوني خير بوتيك نتصور هوني خلينا نشوف الخريطة احلى. انا بيتي غادي نحب نبنيه في اقصى الجزيرة اما يبدا بعيد علينا هذيك. كل ما نمشي باش نستعملوا العصا ونلقزوا انا ماذا بيا نستعملوا هوني. نستعملوه في اقصى الجزيرة ما غادي. احسن حاجة احسن حاجة احسن حاجة plus de l'eau, il faut pouvoir un peu plus d'espace. Ah, ma habloche. Allez, barre chakrib, l'élmé. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans les aides? Il y a un autre qui va dire. نعملو هوني ميساج هي سافا سافا عطانا نحيو الشجر لي قدامو. اوكي نحيو الشجر اللي قدامو هاي خليك شوية تفاح هاي خلى الشجرة فيها تفاح. Thank you.
النجم هوني نزرعوا له الشجرة هذه، مش تزينه هاي ونزرعوا له شجرة أخرى. اوكي هكا باش يبدا اموره واضحه ومقمر ونعفو خليه يكمل يبدا. خلينا نشوفو صح نعاد نوك سينو بوتيك نوك. اوكي قبل كل شيء نمشيو لدارنا. اوكي ثم كادو هوني جنا الكادو نشدوه هكا هوني بخريطة بعد كمان الكادو نشدوه بلونس بيير. اوكي قبل كل شيء خلينا نحطو هذه نمشي الكادو نحلوه ميكرو اونت. اوكي ميكرو اونت نمشي لدارنا الله. غير لحظة بي وصلنا لهوني ميكرو اونت بي خلنا نشوف هذه باش تسهل لنا. نورمال ما تحطوني الميكرو اونت حتى ما عنديش حاجه بنحطها هنا. هاكا ندوروه كنحب ندوروه نورمال ما يتحطوني. هذه نخبيوها هذيك خليها نستعملوها انا عفوا هذا معانا زوس به نخرجوا هذوما بالله خاطر هذوما نستعملوهم نحب نزرع اشجار قدامي انا هوني اما باهي ميزة هذيك خليها بعد نحاول باش نزينها ونقدها وكل شيء مش مشكلة. طب نرجعوا له هادي ان شاء الله ما يتمش منا حاجة تخين زياد. اوكي حتي تركيت شانتي بوتيك نومو دوما غدوة يحل. باهي
هاي نمشي وطول هذا شي يعطينا اش نجم نقدو به ابروبو دو ميزون خليك الميزون نتاعي ما نجم نحكي عليه باش نكبرو اذا ما نكمل نخلص الدين نتاعي القرض نتاعي الاول نبني به الميزون دونك تنقلو كل وين القرض اوكي القرض 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 هذا البوتيك نوك ستوب باهي بالنسبة اهو القرض القرض نتاع الدار مازال فيه 24 كلوشيت دوك هنخلصوه كل باهي ديبو 24 24 نحطهم في ليبارني رومبورسي نخلصوا به القرض اوكي القرض خلص هاك رومبورسي البخي نتاع الدار قرض نتاع الدار عندنا ديبوا مارس هوني جانا كريدي سي ديفيني اوكي سي فيني ميل اوكي حاجه بها خلص القرض نتاعي قالي باش يكبري فيه البيت نتاعي المنزل نتاعي اوكي 1098000 كلوشات ما عندي حتى حل بيان سير زمو يزمو يكبر إذا ما تعدل بها الليتاب تشوزي لا كولير تتوى باهي نسميهاش حاجة جديدة نجم نبنيها نجم نعملها ما ثماش حاجات باهي هذيك عملت هذيك عملتها هذي ما عندي ما نعم بيها تويكا ما عنديش فوقي هذا باهي دونك خلينا نمشي نورمو الدار غدوة توسيع غدوة يحضر المجازا نورمو اليوم هذا اش نجم نعمل نورمو دونك ما ساعدتش قعدت كيما هي اوكي ماهيش نجم نعمل تو راح
لحظة بركة. انا دي جاهد هم الحب كل نزرعها كما هكا نزرعها كما هكا. اما السياج من تالي نحب نحطه واحد. اوكي آه. انا اش عندي واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهي قدام الحفرة. كات سانك سيس سيت ويت نحبه. دونك كي نحط هوني بعد هوني. اوكي حطوا اربع سبع مش غادي. لازم تبعد زوز على الوحدة. ما نجمش إلا من بعد هذوما هون يعني هذوما من بعدهم. باهي نخمم فيها الفاز. نكر تفاح هذوما سالم هذوما نوخرهم مربع هوني ولي هوني في المربع باش نجم نحط الشجرة الصنوبر بتاع الصنوبر نحطها. دوك خليها مكة محفورين مش كم كوا نقمر البقاء. باهي تو نخليكم ونقول لكم الى اللقاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه نتاع حلقه ثانيه نتاع انيمال كروسينغ. كيما قلت لكم ما نجمش نقعد نلعب يعني كل يوم. نلعب انا وحدي ونعمل حلقه اسبوعيه نهبط لكم فيها شنو باش نعملوا الحلقه هذيك. دونك نخليكم الى اللقاء. ما تنساوش الدعم نتاعكم للموقع نتاعنا والقناه نتاعنا والباج نتاعنا. نهار 1 اوت يعني ثاني عيد مبارك.
لجميع الأمة الإسلامية، عيدكم مبروك ومرحبا بكم على تونيزيا شير بونجا. نخليكم وكلكم إلى اللقاء. تشاو.